استغلال المعلومات الوارده الى افراد الفرقه الاقليميه الدرك الوطني بالحمرية، مفادها محاوله تمرير شحنه معتبره من المواد المهلوسه. تم تشكيل دوريه من طرف افراد الفرقه ووضع نقطه مراقبه على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الواد ومغير بعد رصد المركب المشتبه فيها وتفتيشها. عثر على متنها على كميه معتبره من الاقراص المهلوسه تقدر ب 52800 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ مموه ومخبأ باحكام داخل المركبه. العملية أسفرت عن حجز كمية سالفة الذكر من المهلوسات ومبلغ مالي قدره 499 ألف دينار جزائري، إضافة إلى حجز المركب المستعمل في التهريب وتوقيف سائقها الذي سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.